القيادة في خدمة الرعاية وتقديم ما أمكن من المساعدة للآخرين، دعت لجنة الجماعات العائلية الرعوية ببيت لحم إلى لقاء إيماني تحت عنوان مواقف عائلية بحلول إنجيلية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. مواقف عائلية بحلول إنجيلية، هذا هو العنوان التي اتخذته العائلات الشابة ضمن اللقاء العائلي وبأجواء أسرية تسودها المودة والسلام تحت سقف مؤسسة العمل الكاثوليكي في بيت لحم. للحديث والتعمق بكلام السيد المسيح له المجد، هذه الجماعات هدفهم خدمة الآخرين والمساعدة قدر المستطاع للعيش بكلام وتعاليم السيد المسيح والتعمق بالإنجيل والعيش به كما أوصى السيد المسيح له المجد، وتنشئة عائلة مسيحية صالحة. الأب أنطونيوس حبيب نائب كاهن رعية سانتا كاترينا يقرأ ويفسر الإنجيل بكل معانيه ويحاور العائلات خلال الاجتماعات ويغرس في نفوسهم حب الانتماء للكنيسة وليكونوا أشبه بالتلاميذ ويبشروا بكلام الإنجيل. احنا عارفين ان الأسرة هي شيء كتير مهم في الكنيسة، وكأي رعية في أي مكان طبعا بتهتم بالأسرة وتقوية الأسرة لأنه صعوبات كتيرة بتمر بيها. فإحنا في كل سنة بناخد موضوع أو منهاج معين لمدة سنة بنعيشه كتكوين مسيحي وروحي واجتماعي وعلى كل الأصعدة عشان تفضل الأسرة المسيحية متماسكة وقائمة. النهاردة والسنة دي بلشنا ناخد مواهب الروح القدس ومن خلالها دورها وفعاليتها في الأسرة المسيحية تحت عنوان يعني حلول كتابية للمشاكل الأسرة المسيحية أو بناء الأسرة من الداخل. ونشكر الله بالتعاون مع لجنة العائلة في الرعية وبتعاون مع الرهبات موجودين معانا بيساعدونا ان احنا نواصل هذه اللقاءات، وزي دايما بنشكر النورسات انها بتشاركنا وبتعطينا المجال ان احنا نوصل كمان للآخرين. تخلل اللقاء تراتيل وتأملات بمساعدة المرشدة الروحية الأخت رابحة كيروز والتي ترافق الجماعات في مسيرتهم في هذه اللقاءات الروحية. من لقاء العائلات لجنة العائلة الرعوية هو التنشئة الروحية والاجتماعية وكمان نعيش مثل الجماعة المسيحية الأولى، يكون في عنا مشاركة، العائلة بتجي كلياتنا، بيجوا الصغار والكبار وبيكون في نفس الموضوع للكبار والصغار، وكل جيل بياخده حسب جيله يعني الموضوع، بيكون في ناس محضرين منشان يقودوا اللقاءات. وفي نهاية اللقاء قسمت العائلات إلى مجموعات صغيرة لمناقشة أسئلة والوصول إلى أجوبة من الإنجيل المقدس. احنا بالعادة في الشهر نجتمع مرة أو مرتين، الاجتماع هذا اجتماع العائلات وهذا الاجتماع مهم كتير لإلنا اللي فيه منتقرب لربنا أكثر وليسوع وللعطرة، وبالإضافة إنه هو تقوية وتنمية لإلنا كيف التعامل مع العائلة، تقرب من الرب، المحبة، محبة القريب مع العائلات، حلو كتير الواحد بيستفيد منه كتير جدا. هي مواقف حياتية بحلول إنجيلية وبناء أسرة مسيحية من الداخل، هذا ما تسعى إليه دائما الجماعات العائلية الرعوية في كنيسة سانتا كاترينا. للنورسات مارلين الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.